السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بتلاميذ مدرسة أشجار الابتدائية الأهلية. المادة رياضيات للصف الخامس الابتدائي. معلمة المادة رويدة علي. أهلا وسهلا بكم حبايبي الحلوين. درسنا لهذا اليوم هو خطة حل المسألة صفحة 18 مع اختبار الفصل. درسنا لهذا اليوم هو خطة حل المسألة صفحة 18 مع اختبار الفصل، حيث نبدأ بخطة حل المسألة. خطة حل المسألة، احنا كلنا ماخذين خطة حل المسألة، وخطة حل المسألة بيها خطوات. خلينا نتذكر خطوات خطة حل المسألة. أول خطوة هي أفهم، وهاي يعني معناته أنه أنا ماذا افهمت من المسألة، أنا شنو افتهمت من المسألة، وتنقسم طبعا بها قسمين، أفهم بها المعطيات وبها المطلوب من المسألة. إذن خطوة أفهم يعني أنا ماذا افتهمت من عدة من المسألة، شنو افتهمت من المسألة أنا أكتبه بخطوة أفهم. ثاني خطوة هي أخطط، يعني أنا هسه أنا بعد ما افتهمت المسألة لازم أخطط أنه أنا شلون راح أحل المسألة. إذن أول خطوة أنا افتهمت، ماذا افتهمت أنا من المسألة أكتبه، اللي هي المعطيات والمطلوب. خطوة أخطط أنا شلون راح أحل المسألة أكتبهن كخطوات. الخطوة الثالثة هي أحل، أبدي أحل المسألة. والخطوة الرابعة أني أتحقق من الحل، أني أتحقق من حل هذه المسألة. والآن أنتقل إلى المسائل. المسائل عدي: قربت خديجة الأعداد في القائمة المجاورة لأقرب 100,000، لأقرب 100,000، ثم رتبتها تصاعديا، ثم رتبتها تصاعديا، اكتب هذه الأعداد. عدي يعني هنا الأعداد في القائمة المجاورة. أول عدد هو 8,760,202. ثاني عدد 4,560,020. ثالث عدد 3,310,009. 7,020,021. 4,992,004. ذني أنا هنا عدي الأعداد. أول خطوة بما أنه هو موضوعنا خطة حل المسألة، إذن أنا لازم أحل بالخطوات، أفهم، أخطط، أحل، أتحقق. أول خطوة الآن هي أفهم. أول خطوة هي أفهم. أفهم بيها يعني ما المعطيات بالمسألة، ما المعطيات بالمسألة. أنا هنا شنو المعطيات بالمسألة؟ أنا المعطيات ذني الأعداد، المعطيات بهذه المسألة هي ذني الأعداد، فأنا أكتبهن. نكتب الأعداد، ذني المعطيات بالمسألة، ذني الأعداد. زين، ما هو المطلوب في المسألة؟ ما هو المطلوب في المسألة؟ المطلوب هو تقريب الأعداد لأقرب 100,000 وبعد وترتيبها تصاعديا، إذن المطلوب في المسألة هو ترتيب الأعداد تصاعديا بعد تقريبها لأقرب 100,000. يعني أنا أولا أقرب الأعداد إلى أقرب 100,000، بعدين أرتبها تصاعديا. أولا أقرب الأعداد إلى أقرب 100,000، ثم أرتبها تصاعديا. زين، الآن سأني أخذت خطوة أفهم. أفهم قلنا بيها ما المعطيات بالمسألة وما المطلوب بالمسألة. المعطيات هي الأرقام ذني، المطلوب بالمسألة هي أرتب الأعداد تصاعديا بعد تقريبها لأقرب 100,000. زين، الخطوة الثانية هي أخطط. زين سأني هاي المسألة شلون أنا رح أحلها، بخطوة أخطط. أنا رح أكتب الخطوات كيفية حل هذه المسألة. زين، أولا يقول هنا قربت خديجة الأعداد في القائمة المجاورة. إذن أنا لازم أقرب ذني الأعداد، لكن شنو؟ لأقرب 100,000، إذن أول خطوة لازم أقرب الأعداد إلى أقرب 100,000. ثاني خطوة يقول ثم رتبتها تصاعديا، يعني ثاني خطوة
أخطط هي أرتب الأعداد تصاعدياً، وثالث خطوة هي أستعمل مستقيم الأعداد للتحقق. أستعمل مستقيم الأعداد للتحقق. إذا أخطط أولاً أقرب الأعداد إلى أقرب 100,000، ثانياً أرتب الأعداد تصاعدياً، وثالثاً أستعمل مستقيم الأعداد للتحقق. هاي كلها لازم أني أنجزها، وهاي بطبعا الخطوات اللي هي هاي هنا أقرب الأعداد إلى أقرب 100,000، وأرتب الأعداد تصاعدياً هاي بالحل، وأستعمل مستقيم الأعداد هاي بالتحقق، لأن مكتوب هنا للتحقق. إذا أفهم عندي بيها ما المعطيات بالمسألة، قلنا ذني الأرقام، ما المطلوب في المسألة هي ترتيب الأعداد تصاعدياً بعد تقريبها لأقرب 100,000. الخطوة الثانية هي أخطط. وأخطط يعني أنا شلون راح أحل المسألة. أحل المسألة أول شيء أنا لازم من أحل المسألة هي أقرب الأعداد إلى أقرب 100,000. ثاني خطوة أرتب الأعداد تصاعدياً، ومن أريد أتحقق أستعمل مستقيم الأعداد للتحقق. إذن هسه نبدي نحل المسألة. أحل. ثالث خطوة بخطوات حل المسألة هي أحل. عدي اني ذني الاعداد، ذني الاعداد، اريد اقرب ذني الاعداد الى اقرب 100,000، الى اقرب 100,000. زين وين هي هنا ال 100,000؟ وين هي هنا ال 100,000؟ تتذكرون احنا جدول القيمة المكانية قلنا احاد عشرات مئات هاي تمثل الوحدات، احاد عشرات مئات هاي تمثل الالوف، احاد عشرات مئات. اذا وين هي؟ هي 100,000. وين هي المئة ألف؟ هذا العدد 7 هو المئة ألف. أو تقدرون تحسبون من خلال أنا مو دا أقول مئة ألف، مئة ألف يعني هنا لازم شنو هنا؟ مئة ألف يعني قدام هذا الرقم لازم خمس مراتب. شلون خمس مراتب؟ مئة ألف المئة بيها صفرين، بيها مرتبتين، هاي المئة هاي صفرين للمئة، وثلاثة أصفار للألف، صارت خمس مراتب قدام المئة ألف. نحسبهن 1 2 3 4 5. إذن أمام المئة ألف لازم تكون خمس مراتب أو خمس أصفار، خمس أصفار أو خمس مراتب أمام المئة ألف. أو تقدرون تحسبوها من خلال جدول القيمة المكانية. أنا مو هنا قلت الوحدات هي أحاد عشرات مئات، الألوف أحاد عشرات مئات. إذن هاي مئة ألف، مئة ألف. الآن أنا من أريد أقرب، أولا أحدد المنطقة، أحدد المنطقة اللي هي أقرب مليون، أقرب 100,000، أقرب 100. أنا هسه وهذا السؤال هي أقرب 100,000، إذا أنا أخلي جواها خط الأقرب 100,000، وراها أروح على العدد من ناحية اليمين أو الصفحة من جهة اليمين. هذا العدد، هذا عندي العدد. إذا كان من ضمن مجموعة الأرقام البخيلة اللي هي 1 أو 2 أو 3 أو 4 يبقى الرقم نفس ما هو مع تصفير الأعداد. أما إذا كان من الأرقام الكريمة واللي هي 5 6 7 8 9 لا يزداد وتعطيني رقم، يعني هي رقم كريم. إذا هسه هذا العدد 6 هل هو كريم أم بخيل؟ هذا العدد 6 كريم أم بخيل؟ العدد 6 هو من ضمن مجموعة الأرقام الكريمة، إذا رح يزداد على 7 أزيدها 1. إذا 7 زائد 1 شقد رح يصير هنا؟ 8. إذن أكتبه هاي 8 ملايين هنا تنزل، وهذا العدد 7 أصبح 8، والبقية الأرقام تصفر، بقية الأرقام تصفر. إذن هنا أصبح لدي العدد 8,800,000. انتقل إلى العدد الآخر، ادي هذا العدد 4,560,020. هذا العدد أيضا أريد أقربه، أحدد المئة ألف، أحدد المئة ألف. هذا العدد 5 هو يعتبر بالقيمة المكانية للمئة ألف، للمئة ألف هو العدد 5. زين العدد اللي بصفه أنا عندي هذا العدد 6، هذا العدد 6 هل هو كريم أم بخيل؟ العدد 6 كريم أم بخيل؟ العدد 6 من ضمن مجموعة الأرقام الكريمة، إذا رح يزداد 1، رح أزيد على 5 1، إذا رح يصبح عندنا 4 ملايين. هالأربعة تنزل ما علي بيها.
هنا هذا الخمسة زيدتها واحد صارت ستة، وبقية الأعداد تصفر، بقية الأعداد تصفر. إذن الرقم أصبح بعد التقريب هو 4,600,000. العدد الآخر هو 3,310,009. أيضا هذا العدد 100,000 هو العدد 3، هو القيمة المكانية للـ100,000 ادي العدد 3. أروح على العدد اللي بصفه من ناحية اليمين، هذا العدد 1 هل هو كريم أم بخيل؟ هذا العدد 1 هل هو كريم أم بخيل؟ العدد 1 من ضمن مجموعة الأرقام البخيلة، يعني ما رح يزيد، ما رح يزيد ولا رح يضيف على 3 أي رقم، يعني رح يبقى نفسه. يعني هنا هاي 3,000,000 رح تنزل، وهاي 300,000 رح تنزل هنا، هنا 300 وهنا الألف، يعني تصفر بقية الأعداد. إذن أصبح العدد بعد التقريب 3,300,000. العدد الآخر هو 7,020,021. أيضا القيمة المكانية للـ100,000 هو العدد صفر، القيمة المكانية للـ100,000 هو العدد صفر. زين العدد اللي بصفه أنا عندي هنا العدد 2، العدد 2 هل هو كريم أم بخيل؟ العدد 2 من ضمن مجموعة أي أرقام؟ العدد 2 من ضمن مجموعة الأرقام البخيلة، من ضمن مجموعة الأرقام البخيلة، يعني ما رح يزداد أي شيء على الصفر، إذا رح يبقى نفسه، هو العدد 7، هذا هنا 7، بقية الأعداد كلها تصفر، يعني أصبح العدد بعد التقريب هو 7,000,000. الآن أنتقل إلى العدد الآخر، هو 4,992,004. أيضا أقرب هذا العدد لأقرب 100,000، أدي العدد 9، العدد 9 هو القيمة المكانية للـ100,000، لأن أمامها 5 مراتب، 1, 2, 3, 4, 5. وراها ثاني خطوة أنتقل إنه أشوف العدد اللي بصفه، أنا عندي العدد 9، العدد 9 هل هو كريم أم بخيل؟ العدد 9 هل هو من ضمن مجموعة الأرقام البخيلة أم الكريمة؟ العدد 9 من ضمن مجموعة الأرقام الكريمة، إذا رح يزداد عندي على هاي 9 1، رح يزداد عندي على هاي 9 1، إذا 9 زاد 1 10، يعني هنا رح يصير 0، وهنا هذا الواحد يزداد، يعني رح يصير هنا رح يصير العدد بعد التقريب هو 5,000,000، 5,000,000. إذا أني هنا بخطوة أحل، أني هنا أولا هي قربت الأعداد لأقرب 100,000، قربت الأعداد لأقرب 100,000. الآن أريد أرتب الأعداد تصاعديا، أرتب الأعداد تصاعديا، تصاعديا يعني أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، من الأصغر إلى الأكبر. زين لاحظوا لي ذني بدون ما تباعون على 100,000 والبقية الأعداد، ذني عدي الأعداد بدايتها، هنا 8, 4, 3, 7, 5. أصغر عدد من ذني الأعداد يا هو، أصغر عدد من ذني الأعداد، أصغر عدد عدي أنا هو 3,000,000، هذا عدي العدد 3,000,000، إذا أكتبه أصغر عدد ترتيب الأعداد تصاعديا هو 3,300,000. وراها بقالي الأعداد 8, 4, 7, 5، أصغر عدد من ذني الأعداد يا هو، أصغر عدد من ذني الأعداد ورا العدد 3، أصغر عدد يليه هو العدد 4، اللي هو العدد بأكمله هو 4,600,000. وراها بقالي العدد 8 و7 و5، أصغر عدد من ذني الأعداد يا هو 8 أم 7 أم 5، أصغر عدد هو 5,000,000، 5,000,000. أنتقل بقالي العدد 7 وبقالي العدد 8، أصغر عدد يا هو أكيد العدد 7 هو 7,000,000، وآخر عدد تبقى لدي هو 8,800,000. إذا أنا هنا رتبت الأعداد تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر، من الأصغر
إلى الأكبر. دا تلاحظون رتبت الأعداد تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. دا تلاحظون هنا فقط على مرتبة الملايين، شوفوا هنا 3 4 5 7 8، يعني هنا أنا ترتيبي صحيح ورتبت الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. زين هسه أنا حليت هنا، قربت الأعداد وهنا رتبت الأعداد تصاعديا. زين أريد أتحقق من صحة الحل، إذا الخطوة الرابعة لخطوات حل المسألة هي أتحقق. أتحقق من أريد أتحقق هنا؟ أولا أستخدم مستقيم الأعداد، أستعمل مستقيم الأعداد للتحقق، أستعمل مستقيم الأعداد للتحقق. إذا أرسم هنا المستقيم الأعداد، وراها أحدد هنا عدي الأعداد، أنا عدي 5 أعداد، إذا أحدد هنا 5 أعداد على المستقيم، ومجرد أرتبهن، مجرد هنا أبدي أرتبهن من الأصغر إلى الأكبر. هنا عدي أول عدد هو 3,300,000، يليه العدد 4,600,000، 5,000,000، 7,000,000، وآخر عدد هو 8,800,000. دا تلاحظون هنا ترتيب الأعداد ويعني وضعهن على خط الأعداد كان يعني صحيحة، هنا 3 4 5 7 8، إذا ترتيب الأعداد صحيح، لذا إجابتي صحيحة، لذا إجابتي صحيحة. المسألة الأخرى وهي: كانت أرباح أحد المصارف العراقية في 4 سنوات متتالية كما يلي: السنة الأولى هو 7,461,002 دينار، السنة الثانية هي 69,280,110 دينار، السنة الثالثة هي 12,516,600 دينار، السنة الرابعة هي 118,023,050 دينار. أقرب الأرباح في السنوات الأربعة لأقرب مليون، لأقرب مليون، ثم أرتب الأعداد المقربة من الأكبر إلى الأصغر. يعني أنا أول شيء لازم أقرب الأعداد، لكن إما أقربها لأقرب مليون، لأقرب مليون، ثم أرتب الأعداد، يعني بعد ما أقربها لازم أرتبها من الأكبر إلى الأصغر، من الأكبر إلى الأصغر. زين نبدي الآن بالخطوات، بما أنه هي خطة حل المسألة لازم أحلها بالخطوات الأربعة، وهي أفهم أخطط وأحل وأتحقق. نبدأ بالخطوة الأولى وهي أفهم. أفهم أنا عدي شفت همت من هاي المسألة، أول شيء بأفهم بيها معطيات وبيها المطلوب. إذا نبدأ ب ما المعطيات بالمسألة، ما المعطيات بالمسألة. المعطيات هي أكيد الأرقام الآن عندي مطياني بالسنوات الأربع، إذا نكتبهن أرباح المصرف خلال 4 سنوات، ذني الأرقام هي المعطيات. زين ما المطلوب في المسألة؟ المطلوب في المسألة هو أقرب الأرباح في السنوات الأربعة لأقرب مليون، ثم أرتب الأعداد المقربة من الأكبر إلى الأصغر. هذا هو المطلوب ونكتبه هنا. ما المطلوب في المسألة؟ أولا أقرب الأرباح لأقرب مليون، ثانيا أرتب الأعداد المقربة من الأكبر إلى الأصغر، من الأكبر إلى الأصغر. أنتقل إلى خطوة أخطط. الآن هسه أنا بعد ما افتهمت المسألة رح أخطط كيفية حل هذه المسألة. أخطط أولا بأخطط هي أقرب الأرباح لأقرب مليون، ثانيا أرتب الأعداد المقربة من الأكبر إلى الأصغر، ثالثا أستخدم مستقيم الأعداد للتحقيق، أستخدم مستقيم الأعداد للتحقيق أو للتحقق. والآن أنتقل إلى الخطوة الثالثة وهي أحل. الخطوة الثالثة هي أحل من خطوات حل المسألة، حيث أنا عندي هنا من أريد أحل لازم أولا أقرب الأرباح لأقرب مليون. نكتب هنا الأرقام، وأني هسه هنا راح نقربها.
زين، يقول لي هنا لأقرب مليون لازم أحدد القيمة المكانية للمليون. هنا يا عدد هو المليون، يا عدد أمامه 6 مراتب. نحسب 1 2 3 4 5 6، هاي أمامه 6 مراتب، إذن هذا العدد 7 هو يعتبر القيمة المكانية للمليون. زين، أحدد العدد القبله وهو العدد 4. هذا العدد 4 من ضمن مجموعة يا أرقام، هذا العدد 4 من ضمن مجموعة يا أرقام الكريمة أم البخيلة؟ العدد 4 من ضمن مجموعة الأرقام البخيلة، إذا ما رح يزيد أي شيء على 7، ما رح يزيد عدي، إذا رح يبقى نفسه. هو العدد 7 ملايين، 7 ملايين. أنتقل وراها أيضا إلى العدد 69,280,210. الآن أي رقم هو بمرتبة الملايين؟ أي رقم هو بمرتبة الملايين؟ عندي العدد 9 هو في مرتبة الملايين. إذن أباوع العدد اللي بصفه، هذا العدد 2 هل هو من ضمن مجموعة الأرقام الكريمة أم البخيلة؟ عدد 2 من ضمن مجموعة الأرقام البخيلة، يعني أي شيء ما رح يزيد على العدد 9، إذا رح يبقى هنا عندي العدد 69 مليونين. أنتقل إلى العدد الآخر 12,516,600، يعني هي الوحدات 600. زين، عندي هنا العدد في مرتبة الملايين، العدد 2، العدد 2 هو عدد في مرتبة الملايين. زين، أنتقل على العدد اللي بصفه، أدي هذا العدد 5 هل هو كريم أم بخيل؟ العدد 5 من ضمن مجموعة الأرقام الكريمة، يعني رح يزيد هنا، رح أزيد، يعني أزيد على العدد 2 1. إذا أزيد على العدد 2 1 قد رح تصير؟ رح تصير 13 مليونين، 13 مليونين. انتقل إلى العدد الآخر هو 118,023,050. الآن العدد في مرتبة الملايين هو العدد 8، هو العدد 8 في مرتبة الملايين. زين، انتقل على العدد اللي بصفه، هو العدد 0. عدي هذا 0 من ضمن مجموعة الأرقام الكريمة أم البخيلة؟ هو 0، إذن بخيل، يعني ما رح يزيد أي شيء على العدد 8، إذا رح يبقى نفسه. هذا العدد هو 118 مليونين، 118 مليونين. هسه أنا قربت ذني الأعداد، ثانيا يكون أنا أرتب الأعداد، المطلوب من عندي الثاني هو أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر، من الأكبر إلى الأصغر. إذن أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر، يعني لازم أبدي بأكبر رقم وأنتهي بأصغر رقم. زين، ذني أكبر رقم، يا هو أكبر رقم من ضمن ذني الأعداد، أكبر رقم يا هو من ضمن ذني الأعداد، أكبر رقم هو أكيد العدد 118 مليون. زين، يليه يا عدد أكبر رقم من ضمن ذني الأعداد، هل هو العدد 7 ملايين؟ أم 69 مليون؟ أم 13 مليون؟ أكبر عدد، أكبر عدد هو 69 مليون. بقالي العدد 13 مليون و7 ملايين، أكبر عدد يا هو، أكبر عدد عندي هو 13 مليون، وآخر عدد يبقى عندي هو 7 ملايين. إذن أنا هنا رتبت الأعداد من الأكبر إلى الأصغر، من الأكبر إلى الأصغر. زين، هسه أنا حليت، أريد أتحقق. انتقل إلى الخطوة الرابعة من خطوات حل المسألة، هي أتحقق. من أريد أتحقق؟ أستعمل مستقيم الأعداد للتحقق، أستعمل مستقيم الأعداد للتحقق، مجرد أرسم المستقيم وأثبت الأعداد بطلعتهن وقربتهن. يعني هنا أنا عندي 4 أعداد، أخليه على خط الأعداد، 4 دوائر دلالة على الأعداد. زين، نبدي بالعدد الأول هو 7 ملايين، يليه 13 مليون، 69 مليون،
وآخر عدد 118 مليون. ده تلاحظون الأعداد هنا بالتسلسل، الأعداد بالتسلسل، وإذا أريد تكون من الأكبر إلى الأصغر، هاي هنا عندي من الأكبر إلى الأصغر. إذا أنا هنا رتبت الأعداد من الأكبر للأصغر، وهنا هي تكون على مستقيم الأعداد، لذا إجابتي صحيحة، لذا إجابتي صحيحة. مجرد أرسم مستقيم وأثبت عليه الأعداد. الآن انتهينا من خطوات خطة حل المسألة وحلينا هنا المسائل. الآن أنتقل إلى اختبار الفصل. اختبار الفصل، اختبار الفصل، اكتب العدد بعشرات وبمئات الملايين بالصورة الرقمية. اكتب العدد بعشرات وبمئات الملايين بالصورة الرقمية. نقطة رقم واحد، لدي العدد 90 مليونا. هذا العدد ايش قد يساوي من عشرات الملايين؟ فقط اريد عشرات الملايين. هنا 90 مليونا، 90 مليونا، هذا وين العشرات؟ هل هو الصفر ام التسعة؟ انا مو هنا عندي احاد عشرات، احاد عشرات. اذا العشرات الملايين هو العدد 9، هو العدد 9 فقط، عشرات الملايين هو العدد 9 فقط. الصورة الرقمية اكتب هذا العدد هو 90 مليونا، اكتب 90 وراها 6 أصفار للملايين، اذا هنا 90 مليونا، 90 مليونا، هاي 90 وهاي 6 أصفار للملايين، اصبح لدي الصورة الرقمية 90 مليونا. نقطة رقم 2، 300 مليون، ايش قد يساوي مئات الملايين؟ هاي 300 مليون، ايش قد يساوي مئات الملايين؟ مئات الملايين، انا عندي هنا 300 مليون. طبعا مئات الملايين هو العدد 3، مئات الملايين هو العدد 3، والصورة الرقمية هي هاي هنا 300 مليون. زين انا هنا بس توضيح شلون طلعت هي العدد 3 هي مئات الملايين. احنا قلنا من اريد اطلع هنا شو اسوي؟ نبدي نحذف، تذكرون هاي من كنا نحذف، اولا هنا مئات، مئات بها صفرين، احذف هنا صفرين، احذفت هنا وكأنه انا هنا احذفت صفرين. الملايين 6 أصفار، هاي 1 2 3 4 5 6، شقد بقى عدي؟ بس بقى عدي العدد 3، اذا اكتبه بالفراغ، اكتبه بالفراغ، هو العدد 3 هو يعتبر مئات الملايين، مئات الملايين، والصورة الرقمية طبعا هذا 300 مليون. زين انتقل الى نقطة رقم 3، عندي هنا العدد 800 مليون، ايش قد يساوي بمئات الملايين؟ ايش قد يساوي هذا العدد مئات الملايين؟ وين هنا المئات؟ احاد عشرات مئات، اذا المئات هو العدد 8، المئات هو العدد 8، عشرات الملايين أحاد وهذا كله العشرات هو العدد 80، العدد 80 هو عشرات الملايين، العدد 80 هو عشرات الملايين. الصورة الرقمية نكتبها هنا، هاي هنا 800 وهنا مليون، 6 أصفار للملايين، 6 أصفار للملايين. انتقل إلى نقطة رقم 4، 60 مليارا، 60 مليارا، ايش قد يساوي مئات الملايين وايش قد يساوي عشرات الملايين، وايضا الصورة الرقمية. اني اولا هذا الرقم كبير، اذا ابدي اولا اكتب الصورة الرقمية له، اكتب هنا الصورة الرقمية، هنا 60، هنا العدد 60، ومليارا، المليار كم صفر بي؟ المليار، المليار 9 أصفار، اذا هاي 60 مليارا، 60 مليارا. الآن أريد مئات الملايين، أريد مئات الملايين، تتذكرون إحنا كنا نحذف إذا مئات صفرين، الملايين 6 أصفار، وما تبقى نكتبه هنا بالفراغ، مئات صفرين، هسه وكأنه أنا حذفت هنا صفرين، هذا 1 هذا 2، الملايين 6 أصفار، 1 2 3 4 5 6، ايش قد تبقى عندي؟ ماذا تبقى؟ تبقى عندي 600، تبقى عندي 600، اذا هذا 60 مليار يساوي 600 مئات الملايين. زين ايش قد يساوي عشرات الملايين؟ عشرات
عشرات العشرات كم صفر بيها؟ بيها واحد، أحذف وكأنه أني هنا عندي صفر واحد. الملايين ستة أصفار، يعني يكون أحذف ستة أصفار، هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ماذا تبقى لدي؟ تبقى لدي ستة آلاف. ستة آلاف، إذن هذا العدد 60 مليارا يساوي ستة آلاف عشرات الملايين، عشرات الملايين. انتقل إلى أكمل من ما يلي. نقطة رقم 5، 93 مليونا، 93 مليونا شد يساوي بأحد الملايين وعشرات الملايين، وأيضا الصورة الرقمية، الصورة الرقمية. والآن إذا نكتب العدد وهو 93 مليونا، 93 مليونا. الآن هنا عندي هذا 93 مليونا، وين الأحاد؟ هل هو العدد 3 أم 9؟ 3 أم 9 الأحاد؟ طبعا الأحاد هو العدد 3، والعشرات الملايين هو العدد 9، لأن أنا هنا عندي أحاد عشرات، أحاد عشرات. نقطة رقم 6، فراغ مليونا يساوي 3 عشرات الملايين و700 الملايين، وأيضا يريد من عندي الصورة الرقمية هي. الآن أني هنا أريد أكتب هذا الفراغ، هنا 3 عشرات الملايين و700 الملايين، زين أحاد الملايين يعني شقد؟ ما مكتوبة هنا أحاد الملايين، أحاد الملايين ما مكتوبة يعني صفر. إذن هنا يصير الرقم 730 مليونا، أحاد الملايين صفر، عشرات الملايين 3، مئات الملايين العدد 7. إذن أكتب هذا الرقم بالصورة الرقمية، هو 730 مليونا، 730 مليونا. نقطة رقم 7، 590 عشرات الملايين، إيش قد يساوي هنا 100 مليون، وأيضا إيش قد يساوي بالمليارات، وأيضا الصورة الرقمية. أنا أولا أكتب الصورة الرقمية عن مود أعرف إيش قد هذا الرقم يتكون من 100 مليون، وإيش قد بمليار، كم مليار بي. إذا نكتب الصورة الرقمية هي هنا إيش مكتوب هنا؟ 590 عشرات الملايين، نكتب هنا 590، وهنا العشرات هذا صفر العشرات، وهنا الملايين، هنا 590 إلى هنا، هاي 590 عشرات هذا صفر العشرات، الملايين هاي صار عندي 590 عشرات الملايين. الآن يقول لي هذا العدد بكم 100 مليون، كم 100 مليون؟ أني 100 مليون لازم أحذف 100، أحذف صفرين، ومليون ستة أصفار، نحذف هاي هنا هاي المئة، واحد اثنين، هاي وكأنه أنا حذفت ذني الصفرين. المليون ستة أصفار، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، إيش قد بقى عدي؟ إيش قد بقى عدي؟ إذن هنا ما تبقى عدي هو من هذا العدد، ما تبقى عدي من هذا العدد هو 59، 59. زين هذا كم مليار؟ قلت هنا من يقول لي مليار يعني أحذف 9 مراتب، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9. قد تبقى عدي؟ تبقى عدي فقط العدد 5، فقط العدد 5. إذن هذا العدد 590 عشرات الملايين هو يساوي 59 مئة مليون و5 مليارات، و5 مليارات، 59 مئة مليون و5 مليارات. انتقل إلى نقطة رقم 8، 500 مليون، إيش قد يساوي 100 مليون؟ إيش قد يساوي 100 مليون؟ فقط أكيد هنا أولا أكتب الصورة الرقمية على مود أعرف إيش قد هي 100 مليون، وكم يبقى عدي من عشرات الملايين. نكتب هنا 500، وهنا مليونين، 500 مليونين، زين 100 مليون، كم 100 مليون؟ يعني أنا أحذف لازم صفرين للمئات، هاي واحد هاي اثنين، وستة أصفار للملايين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ما تبقى عدي أكتبه بالفراغ، تبقى عدي فقط العدد 5 أكتبه. كم عشرات الملايين؟ أكيد العدد 50،
عشرات الملايين هو 50. انتقل إلى العدد الآخر، نقطة رقم 9، 450 مليون قد يساوي فراغ 100 مليون وفراغ عشرات الملايين الصورة الرقمية هي. اكتب هنا الصورة الرقمية هي 450 مليون، هنا 450 مليون. زين، الآن هذا 450 مليون مش قد يساوي 100 مليون؟ 100 مليون، 100 يعني أحذف صفرين، مليون يعني أحذف 6 أصفار، 1 2 للمئة، 1 2 3 4 5 6، ما تبقى عندي فقط العدد 4، إذا أكتبه هنا بالفراغ، أكتب هنا العدد 4. زين، إيش قد عشرات الملايين؟ عشرات يعني 0 1، الملايين 6 أصفار، يعني نحسب العشرات، هذا 1 حذفته، الملايين 6 يعني 1 2 3 4 5 6، ما تبقى عندي هو العدد 45، أكتبه به الفراغ 45. نقطة رقم 10، كان وارد أحد المحال التجارية للذهب في يوم الخميس 90 مليون دينار، كم عشرة ملايين في هذا العدد وكم 100 ألف؟ كم 100 ألف فيه؟ 90 مليون أكتبها هنا، هاي هنا 90 وهاي مليون، 90 مليون. زين، 90 مليون قد تساوي عشرات الملايين؟ قد تساوي عشرات الملايين، عشرات يعني 0 1 أحذف، الملايين يعني 6 أصفار، يعني هاي هنا 1 للعشرات، ملايين 6 يعني 1 2 3 4 5 6، قد بقى عندي؟ بقى عندي فقط العدد 9، ما تبقى عندي فقط العدد 9، إذا هذا 90 مليون تساوي 9 عشرات الملايين. 90 مليون قد تساوي كم 100 ألف؟ 100 ألف يعني 100 صفرين، ألف 3 أصفار، 100 1 2 ألف 3 أصفار، 1 2 3، قد بقى عندي؟ قد هنا بقى عندي؟ بقى عندي فقط 900، 900 فقط، هذا هنا 900، إذا 90 مليون تساوي 900 100 ألف. أنتقل إلى نقطة رقم 11، استعمل جدول القيمة المكانية لأكتب العدد بالصورة التحليلية، لأكتب العدد بالصورة التحليلية، عدي هذا جدول القيمة المكانية. نبدأ بالقيمة المكانية للرقم 2 هي، وين هنا أنا عندي الرقم 2؟ هذا أنا هنا عندي الرقم 2، هذا الرقم 2، القيمة مالته المكانية هي عشرات الملايين، عشرات الملايين يعني أمامه كم مرتبة؟ كم صفر؟ نحسبهن 1 2 3 4 5 6 7، نكتبهن، هذا العدد 2 وأمامه 7 أصفار، أمامه 7 أصفار، إذا القيمة المكانية للرقم 2 هي 20 مليون، 20 مليون. انتقل إلى القيمة المكانية للرقم 6، وين الرقم 6؟ أنا هنا عندي الرقم 6، القيمة المكانية إليه هي أحاد المليارات، أحاد المليارات، أحاد المليارات. زين، أمامه يعني كم مرتبة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أمامه مفروض ويكون 9 أصفار، لأن هو أحاد المليارات، أحاد المليارات يعني أمامه 9 أصفار وتسع مراتب، إذا القيمة المكانية للرقم 6 هي 6 مليارات. أنتقل إلى العدد بالصورة التحليلية، يعني أنا هنا أكتب ذني الأعداد بالصورة التحليلية، يعني هنا أكتب 0 زائد هذا العدد أكتبه وأمامه 0 يعني 30، زائد هذا العدد 0، زائد هذا العدد 4 أمامه 3 أصفار يعني 400، عفوا 4000، 4000 زائد هذا هنا عندي العدد 5 أمامه كم مرتبة؟ نحسبهن 1 2 3 4، أمامه 4 مراتب يعني 50 ألفين، 50 ألفين زائد هنا عندي العدد 0 زائد هذا العدد 7 أمامه كم مرتبة؟ نحسبهن 1 2
ثلاثة أربعة خمسة ستة، أمامه ست مراتب، يعني هنا هذا العدد سبعة، سبعة ملايين، زائد هنا هذا العدد عشرون مليونين، عشرون مليونين، زائد صفر، زائد هذا الصفر، زائد هنا ستة مليارات، ستة مليارات، لأن هذا العدد ستة أكتبه، وأمامه تسعة مراتب، أمامه تسعة مراتب، زائد عدي هذا العدد ثلاثة، أمامه كم مرتبة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، يعني هذا العدد هو ثلاثون ملياراً، ثلاثون ملياراً. انتقل إلى أقرب الأعداد لأقرب مليون، لأقرب مليون. نقطة رقم 13، لدي هذا العدد هو 16 مليون و23 ألف و244. أريد أقربه لأقرب مليون، لأقرب مليون. وين الملايين هنا؟ هذا العدد 6 هو في مرتبة الملايين. أباوع على العدد 0، هذا العدد 0 هل هو كريم أم بخيل؟ هذا العدد 0، هذا العدد 0 من ضمن مجموعة الأرقام البخيلة، يعني أي شيء ما رح يزيد هنا عندي، فيبقى هو نفسه 16 مليون مع تصفير بقية الأعداد. نقطة رقم 14، لدي هذا العدد 34 مليون و510 ألف و775، أيضا لأقرب مليون. هذا أني هنا عندي الأربعة هو في مرتبة الملايين. العدد 5 هل هو كريم أم بخيل؟ العدد 5 من ضمن مجموعة الأرقام الكريمة، يعني رح يضيف على الأربعة 1، إذن تصبح عندي هنا 35 مليون، 35 مليون. نقطة رقم 15، لدي هذا العدد 8 مليارات و124 مليون و606 ألف و599، زين هذا هنا أيضا لأقرب مليون. وين المليون؟ أنا عندي هنا العدد 4. انتقل إلى العدد 6، هل هو كريم أم بخيل؟ العدد 6 من ضمن مجموعة الأرقام الكريمة، إذا رح يزداد على 4 1، يعني هنا لهاي الأربعة تصير 5، ذني الأعداد تنزل نفس ما هن، بقية الأعداد تتصفر. إذا هنا أصبح لدي العدد 8 مليارات و125 مليون. نقطة رقم 16، لدي هذا العدد هو 90 مليار و705 مليون و822 ألف و400، أيضا أريد أقربه لأقرب مليون. هذا العدد 5 هو الأقرب مليون، هذا العدد 5 هو في مرتبة الملايين. أنتقل إلى العدد 8 من ضمن مجموعة الأرقام الكريمة، إذا رح يزيد لي هنا 1، يعني هنا تصير 6. إذا أكتب هنا العدد، هاي هنا صار 6، بقية الأعداد من جهة اليسار نزلت نفس ما هن، من الأمام كلهن اصفرن. إذا هنا العدد يقرأ 90 مليار و706 مليونين. إذا إلى هنا حبايبي ننتهي من اختبار الفصل. ألقاكم في الدرس القادم، أتمنى لكم كل التوفيق.